قلت لكم هناك رقم معين، لن أذكر الأرقام الأخرى بعد الآن، ولكن هناك رقم لا يمكن للخيال البشري أن يتخيله أصلا أو يتصوره. سأمهد له برقم أقل منه بكثير، وقد فهمتم ما معنى 10^20، عدد الثواني في عمر الكون كله 10^20 فقط. يا الله شيء غريب. طيب ما الذي يحصل يا أخواني؟ الآن حين حصل الانفجار العظيم البيج بانج هذا في زمن بلانك، شو زمن بلانك هذا؟ زمن بلانك 10^43. الله أكبر، يعني 1/ كذا تريليون 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 10^12. شوف لو قلنا ايه 3 36 بضل عندنا قديش؟ غادي 6، يعني 10^1 من مليون تريليون 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 جزء من الثانية. معقول؟ الثانية لو قسمناها إلى مليون 4 مرات تريليون، جزء منها اسمه زمن بلانك. اسمه زمن بلانك، شو زمن هذا؟ شيء ما لا يتخيل. حلو، ما إيش ماله هذا؟ قال لك في زمن بلانك at blank time، هيك بيقولوا على زمن بلانك. في زمن بلانك معناها على الزمن هذا لو الكون طبعا لما انفجر ايش صار؟ اكسبانشن، تمدد قاعد بسرعه رهيبه، وطبعا في قوه تجعله ماذا؟ ينكمش، كونتراكشن، في اكسبانشن وفي كونتراكشن اكيد. ايش اللي كان جامعه جوا؟ مش قوه جاذب معينه؟ قصه هذه في الجاذبيه وفي الكهربيه والكهرومغناطيسيه والقوه النوويه القويه، قصه كبيره عرفها كل من درس الفيزياء الحديثه والمعاصره. طيب قال لك الان في توازن اكيد صار في نسبة معينة، عشان ايش؟ يتمدد. كان ممكن يتمدد الى ما لا نهاية وما تتكون نجوم المجرات بسرعة رهيبة، ما يتكون شيء. مش حنكون هنا نعمل الخطبة هذه، ان شاء الله ما تكونش ثقيلة على قلوبكم وعقولكم. وكان ممكن ايش؟ لو قل لا يعود ايش؟ يصير ريكولابس، يعود يعني كولابسنج، ريكولابسنج، يرجع ينهار على حاله، يرجع. قديش دقة هذا الايه؟ التناسب، لازم يكون في تناسب بين هذا وهذا. قال لك 1/10^55. انتوا فهمتوا 10^20 ايش معناها؟ 10^55 يعني هذه التناسبية بين الانكماش وبين التمدد لو اختلفت بالزيادة او النقص زاد توسعه 1/10^55، هيظل يتوسع الى ما نهايه ومش هتكون لا مجرات ولا انتهى كل شيء. ولو نقصت بالمقدار نفسه هيرجع يصير له ايه؟ انهيار. يا ربي معقول؟ هذا كلام مين؟ زي ما اقول لك كلام مين الصوفي اللي حكاه هذا المدرويش؟ لا والله علماء وملاحده قال لك هذا الموجود هو هيك، حساباتنا بتقول هيك، الرياضيات. الله اكبر، لا اله الا الله. هيك شوف دقه الخلق. الان تعالوا الى الرقم عادي اللي اكبر من هذا، تريليونات تريليونات المرات. هتقول لي كيف؟ هتشوف ونختم به ان شاء الله الخطبه الثانيه. هذا الرقم لروجر بالروز، السير روجر بالروز، هاي جمول ما زال حيا، اعطته الملكه لقب سير زي اسحاق نيوتن، علامه كبير. ايش قال؟ حنتكلم لغه مش فنيه، هو بيتكلم عن فضاء الطور، الفيل سبيس اسمه، في علم الاحياء موجود، في الرياضيات موجود، في الفيزياء موجود، الفيل سبيس. بس باختصار هو اصطلاح فني علمي هيك يقصد به ايش؟ حصر كل المتغيرات الممكنه في نظام، باختصار من غير تعقيد. ما بدنا نتكلم، وبيحكي عن الانتروبيا. تسمعوا كنت بالانتروبيا باختصار الانتروبيا شيء، باختصار بسيط جدا عشان برضه موضوع معقد وطويل فيزياء. الانتروبيا لها علاقه بالطاقه طبعا، القانون الثاني الحراره الديناميكيه، ثيرموداينامكس. القانون الثاني هو قانون الانتروبيا، بس باختصار الحراره دائما بتنتقل ايش؟ من الاعلى حراريا الى الادنى حراريا. واضح؟ ليش وما ليش؟ قصه ثانيه لها علاقه بالروابط الذريه وبالكمات، الكوانتا قصه. المهم بس بتصير هيك، وهذا القانون غير عكوس ابدا، اترك الطبيعه. وهذا بفسر لك لما تسيب انت ايش؟ حديقتك، تجي بعد 6 أشهر بتلاقيها صارت غابه. سيب بيتك وتعالوا بعد 5 سنين بتلاقيه شبه رويني يعني خرابه، صح؟
سيب قطعة حديد صدت وانتخرت، الجبال تتآكل، النجوم بتموت. حتقول لي الفناء والموت هذا كله بسبب الانتروبيا؟ بسبب الانتروبيا. كل ما الانتروبيا تكون عالية معناها إيش؟ معناها الأمور قاعدة إيش؟ إلى فناء وتموت وخراب، خراب بيت بخرب قاعد. إذن معناها حتقول لي أنا فهميت، ربنا عز وجل أول ما خلق الكون الانتروبيا، الانتروبيا يعني تحت الكون كانت عالية ولا منخفضة جدا؟ منخفضة جدا، لازم تكون منخفضة جدا. المشكلة في الفيزياء في الثيرمودينامكس، عشان تكون الانتروبيا منخفضة جدا لازم يكون في إيش؟ كنز واكتناز للطاقة في أضيق حيز. كل ما يكبر السبيس بصير في إيش؟ انتروبيا عالية. قصة مش صعبة بس ما بدنا نضيع الوقت في شرحها. جميل جدا، وانتم عارفين الكون بدأ إيش؟ بمتفردة، شغلة أصغر من البروتون مليارات المرات، لسه من البروتون مش من الذرة، من البروتون، اسمها سنجولاريتي. إيش كان فيها؟ فيها كل الكون الموجود حاليا في شكل آخر. طبعا ما كان فيه نيوترونات، وقصة قصة مخيفة مرعبة مرعبة، شيء مرعب. على كل شيء قدير، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. طيب كله كان مكتنز فيها، معناها الكون بدأ بانتروبيا ماذا؟ منخفضة جدا طبعا. وأول ما صار إيش؟ البيج بانج. إيش بدأت الانتروبيا؟ تزيد، تصير إيه؟ هاير هاير هاي، دائما أعلى أعلى أعلى، وحين أعلى ولسه ولسه. وهذه اللي حتفني الكون، حتدمر كون الحياة في الأخير، هي الانتروبيا، حتدمر كل شيء في الأخير. وما بتقدر تعكس عملها إلا إيش؟ صناعيا. يعني الحين إيه؟ بتجيب مية تحولها إلى ثلج، وين الانتروبيا أعلى؟ في المية ولا في الثلج؟ في المية، المية حرارتها أعلى إيش؟ من الثلج، ثلج حرارة أبدأ معناها في انتروبيا أقل. تقول لهم أنا هاي بحول المية إلى ثلج، بس بتعمل إيه أنت؟ بتعمل طاقة وتحويلات طاقوية، وشوف الثلاجة إيش عادية؟ تنفث نار، وبتزيد الانتروبيا إيش؟ في السبيس، في الغرفة تبعتك، رغما عنك. الانتروبيا حتضلها أعلى دائما رغما عنا، ما بنقدر نعكس عملها، واضح؟ حلو، هاي أخذنا فكرة عامة عن الانتروبيا بسرعة. يقول السير روجر بيلروز في فضاء الطور، البداية هذا، تخيلوا هيك أنت إيش؟ إمكانية يعني إيه؟ تخيلي هكذا. لو تخيلنا الرب لا إله إلا هو وبيده إيش؟ دبوس، بن، دبوس. أينما وضع هذا الدبوس في فضاء الطور سيوجد كون ومختلف. لو حطه هين كون، بيطلع كون. حطه هين كون ثاني، غير كل الكون هذا الكوزموس. أكوان لا يعلمها إلا الله. فالله بده يختار ايش الان؟ كون بانتروبيا عاليه ولا بانتروبيا واطيه؟ لا، بانتروبيا واطيه طبعا، منخفضه. حلو، عشان يختار كون بانتروبيا واطيه منخفضه، لو يعني نازله، لازم ايه؟ لازم المساحه اللي يتم فيها وضع ايه؟ الخيار الدبوس تكون ماذا؟ صغيره جدا جدا جدا. قال بقديش يعني؟ بقديش مضبوطه ايه؟ ممكن تلعب قديش؟ هامش التلاعب قديش يعني؟ قال لك هامش التلاعب امسك قلبك وصلي على النبي عليه السلام. هذا كلام مش كلام بالروس، بيساوي قال، واعذروني قال، هذه الرياضيات ايش اعمل؟ الرياضيات وملحد او لا ادري، الحين تقريبا صار اجنوستيك، وان شاء الله يا رب ينتهي بالايمان يا رب. مش زي تلميذه هوكينج. قال بيساوي 1/10 مرفوعه الاس، 10 مرفوعه الاس. هتقول لي عرفت، دخلنا في الهبل هنا، دخلنا شيء انا شعر راسي وقف الحين، والله العظيم اقسم بالله انا بحكيها شعر راسي. مش 1/10 اس 123. حتقولي 123؟ لا، يا ريت هيك، يا ريت. بتسمعوا انتم بالجوجل؟ كيف نسمع اداه البحث هذه؟ اي ما هذا لسه مو لسه مو جوجل. زمان كان في عالم رياضيات كبير امريكي وعنده ابن اخته كان خاله هو، قالوا بدي افكر في رقم رهيب مش موجود في الكون، يعني عدد ذرات الكون اقل من هيك بكثير، عدد جسيمات الكون اقل من هيك بكثير. قال له ايش هو يا خال؟ قال له هيك نقول مثلا 10 اس 100، يعني واحد قدامه 100 صفر، ايش نسميه؟ طفل صغير. قال له جوجل. قال له جوجل؟ قال له جوجل. جوجل صار اسمه جوجل. حلو، عنده قصه هذا الجوجل. ف 1 او 10 اس 100 اسمها ايه؟ جوجل. رقم رهيب، مخيف مرعب الجوجل هذا. في اكبر منه في الرياضيات، فيه جوجل بليكس. جوجل بليكس، ايش هو جوجل بليكس؟ جوجل بليكس 10 اس جوجل. يعني الجوجل واحد قدامه 100 صفر، والجوجل بليكس
واحد قدامه جوجل أصفار، لا إله إلا الله. هتقول لي أنا لو عشت عمر الكون، طبعا الحين بقى فهمتوها شفتوا، لو عشت أنت 14 مليار سنة في كل ثانية تكتب صفرا، تك 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 عارف كم صفر هتكتب؟ هتكتب 10 أس 20 صفر فقط، مش 20 صفر، 10 أس 20 100 كودريليون، لأنه 10 أس 18 هذا إيه؟ كودريليون، 100 فقط. متى حكتب جوجل؟ ولا عمرك هتكتبها. طب جوجل بليكس ما حد حيكتبها إلا رب العزة، إلا رب العزة. مين يكتبها؟ عدد الأصفار هذه جوجل بليكس صفر. رقم بالروز أكبر من هذا، يا الله أكبر من هذا بكثير. قال الضبط اللي إيه بدأ به الرب أو الخالق صناعة هذا الكون، إيجاد هذا الكون، كان من الدقة بحيث أنه حساس لي، بتأثر بي، هيختلف الأوتكم، النتيجة المحصلة لو في حدود إيش؟ في حدود 1/10 مرفوعة لأس 10 مرفوعة لأس 123. يعني مش 10 أس جوجل بكون إيش هذا؟ جوجل بليكس. قال لا، 10 أس 123 أكثر من جوجل بليكس، رقم لا يكاد. يعني هل كان السؤال الآن بالله عليكم، وهل هذا جاء بالصدفة يعني؟ والصدفة السعيدة كونتنا إحنا البشر، وأجا أينشتاين والسير رجل بالروز وموسى وعيسى وسعيد وحميد وحميد، أجا كل صدفة الحكاية هذه وبعدين وين؟ انتبهوا، في كون وين قوانينه لسه؟ وين القوانين؟ كان في قوانين؟ كان في ثوابت؟ كان في شيء؟ مين الحاكم على القصة كلها؟ أنت ألقي نظرة إيه؟ بالروحك، بالروح تبعك مش بالعقل، بالروح، طف بروحك هكذا على المشهد تخيليا، وقول لي إيش الحضور البريزنس، إيش الحضور اللي كان هناك وحكم القصة هذه كلها؟ ما بقدر أفهم إلا أنه إيه؟ حضور الرب لا إله إلا هو، الديفاين بريزنس، الحضور الإلهي، الله لا إله إلا هو. والله بقول عنا حيني، إحنا الحين قاعدين هو معانا. قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. حاضر، حضور مطلق أبدي أزلي الحاضر هنا كان الرب لا إله إلا هو. اللهم عرفنا بك ودلنا عليك.